بيكون فاطمة الزهراء بطنجة في عمري 19 عام، جالسة في الدار عايشة عادي، ما كان محتاج مساعدة. الحمد لله أنا فخورة براسي، فرحانة براسي، وكنطلب من الله يساعدني. وأنا كان دايما في الصلاة ديالي، وكنقول اللي فيها الخير هي اللي غادي يأتيني بها، وفرحانة بزاف 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 باللي جاو عندي الصحافة اليوم. الدراسة ديالي وقفتها في المستوى الثالث ابتدائي، ما كملتش قرايتي حيت كان وقع لي واحد الظروف صحية، حيت ما كملتش القراية ديالي، كنت هرست من رجلي، وكنت عندي فوبيا من الطبيب بزاف، ما كنبغيش نمشي من الطبيب حيت كنخاف، حيت كنت ستيت هو كنمشي وكان كيحرقني بزاف. ومن كبرت تأثر فيا داك الشيء، وما بقيتش كنبغي نحس بداك الحرق اللي كان كيحس ديك الطبيب اللي كان زعما كيحرقني بزاف، وهذا الشيء ما كان عليه، ما بقيتش كنبغي نمشي، كنخاف من الطبيب بزاف. النظرة ديال المجتمع صراحة صعيبة بزاف، ما كتقدرش تخرج، كيبقاو يشوفوا فيك بواحد النظرة خايبة بزاف، صراحة كتحس بواحد النقص كبير بزاف بزاف بزاف. والحمد لله أنا راضية بحياتي، واللي فيها الخير اللي غيأتيني بها، وهادشي ما كان. التواصل الاجتماعي هو حياتي، هو اللي كنتونس به، اذا ما كانش هو ما كنتش غنكون منسجمه مع الناس، مع يعني فهمتي، هو صراحه هو كل شيء اللي خلاني جعلني نكون انا متفتحه ويعني فرحانه في حياتي. انا ديك الشيء باش انا مفتخره براسي، وعجبني الحال حيت تشاركت في التواصل الاجتماعي، حيت فتح لي بزاف ديال الباب الحمد لله، ورجعت كنجتمع مع الناس مزيان، وما بقيتش معقده بحال اللي كنت، حيت قبل كنت راه وقع راه عامين ما خرجت من الدار، حيت ما كانش عندي التواصل الاجتماعي، التليفون حيت كنت صافي تعقدت كنخرج للزنقه. قبل ما يكون عندي التليفون بحق، دابا عملت التليفون، رجعت الحمد لله شويه مزيانه، كنتحسن شويه بشويه، مقبوله بزاف. والناس كيقولوها لي صراحه، كيقولوا لي تينا عندك واحد القبول ماشي طبيعي مع عند الله سبحانه وتعالى، وبزاف ديال الناس كيدخلوا عليا كيسقسيو فيا، واخا عمرهم هضروا معايا، زعما هذا شرف لي وكنحماق عليهم، وكنقول لهم شكرا بزاف 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 لاي واحد شاركني فرحتي وقال لي كلام زوين في الميساج، شكرا بزاف. المعامله ديال الاسره معايا الحمد لله مزيانه بزاف، من ناحيه الاب ديالي والام ديالي والجده ديالي، يعني الصراحه واحد المعامله غزاله، واخا انا كنحاول نفرحهم، واخا هي معامله بسيطه جدا، وكنحاول يا ربي نفرح. كنقضي الوقت ديالي غير في الدار، ما كنخرج، ما حتى شي حاجه، ما عنديش كرسي متحرك، هادي اول حاجه، خصني كرسي ديال الضوء وبليجي، ماغنيش ديك كاروسه عاديه حيت هذيك صعيبه عليا بزاف، ماقدرتش نسوقها بحق كاروسه ديال الضوء، جبت نقدر عليها ان شاء الله يا ربي. ومش الحاله ديالي يعني اللي كنعملو اليوم كنعملو غدا، ما كاين حتى شي روتين، ما كاين حتى شي جديد. كنوض في الصباح، كان في الدار، كنهز التليفون، كنبقى في التليفون، كنتغدى، كنعيط ماما عطيني نتغدى، كنهز التليفون، كنعيط ماما عطيني نتعشى، صافي هذا هو الروتين ديالي، صافي كنعس وكنوض بحال دايما، يعني ما كاين حتى شي تغير. الحلم ديالي نوصل لقلوب الناس ويبغيوني الناس، ويكون عندي الحقوق ديالي ان شاء الله، ونضمن المستقبل ديالي، وفرح والديا واخا باي حاجه بسيطه جدا، فرحهم وفرحت انا معاهم، حيت انا هي كلشي عندهم، عند والديا الحمد لله. الحلم ديالي خليني نمشي للعمره، ونضمن المستقبل ديالي من كبر، حيت والديا غيحيو معايا، لا بالعكس، ما تعيبش معايا، صحيت هذا الحمد ديالي، نمشي للعمرة، نتلاقى فنانين، نغني في المهرجان، بزاف حاجات، خاصني نتلاقى أمينوكس، سعد المجرد، زهير الذهبي، صهيب النابولي، بزاف صراحة كنحماق عليهم، ودنيا بطمة كذلك، كلشي كلشي. كنوجه لهم تحية كبيرة بزاف، وكنقول لهم الله يخليكم ليلي، وشكرا بزاف على وقتكم اللي كتعطيوني، وعلى الحب ديالكم ليلي، وكنبغيكم بزاف، وانا كندعي معاكم وحدة بوحدة، اللي كنتمنى شي حاجة الله يحققها لها، سواء بنت سواء ولد. انا ماما هاد فاطمة الزهراء، بغيت نقول فاطمة الزهراء بنت عادية بحال اي واحد، يعني بنت عادية عندها الأحلام ديالها، عندها الطموح ديالها، كتمنى أي حاجة
السن ديالها 19 عام بحال اي بنت عندها 19 عام، خصها تخرج، خصها تسرح، خصها تسافر، خصها تعمل اي حاجه في الدنيا ديالها. يعني فاطمة الزهراء الحمد لله والشكر لله على نعم الله، هي هادشي هي بغاتو، خصها تشهر، خصها بزاف ديال الحاجات كتمنى، وحنايا ما كنعرضوهاش. يعني حنا دائما هي عندها سبحان الله العظيم عند الله عندها واحد قوه شخصيه، يعني عندها الشخصيه ديالها. يعني حنايا انا ولا الوالد ديالها ما كنفرضوش عليها شي حاجه، يعني هي وصلت لواحد السن بس هي كتاخذ قرار راسها، كتعمل اي حاجه راسها، بغات شي حاجه تاع الشهره هذه هي اللي فكرت فيها، وهي اللي بغات تهضر، وهي اللي بغات تخرج عن المجتمع وتهضر على الكاروسه ديال الضو. يعني حنا ما طلبنا منها حتى شي حاجه، بالعكس حنايا الوالدين ديالها حامدين الله وشاكرينه عاملين جهدنا وكثار، يعني فهمتي ما كنحاولوا ما امكن ما خلوهاش ناقصه، ما خلوهاش محرومه من شي حاجه، ولكن كيبقى هي عاوه شي حاجه ديالها اللي كتشوفهم هي، حنا يمكن ما كنشوفوهمش عليها. هي بغات تعمل هذا الشيء وبغات تهضر وتتكلم، وانا كنحمد الله ونشكرو عليها. يعني هي جوزت واحد ماساه شحال هذه، ملي كانت باقا صغيره ملي كانت عقدت لي، يعني عامين ما خرجت لي من الدار مره، يعني واخا كنا كنخرجوا حنايا وديك الشيء ما كتخرجش. ماشي غنقول لك كل شيء كان كيهدك في الزنقه، ولكن اغلبيه الانسان كيبقى يشوف، كيبقى يقول، هو ماشي وكيدور يشوف فيها اش عندها، واش عندها رجله، واش عندها معاقه، واش خلقت هيدا، واش حق داك الشيء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله تعقدت لي عامين ما خرجت لي من الدار، ولكن دابا الحمد لله. يعني هذا التليفون التواصل الاجتماعي يعني عمل واحد الدور كبير، يعني خارجه المجتمع كتهضر، كتعرفش الناس اللي واقيلا ما نقولكش داك الشيء بزاف، يعني ما تقدرش واخا تكون مع شحال في عمرها ما تكونش تعرف ديك الناس كاملين. ايوا الحمد لله يا ربي، وكنشكر اللي غيوقف معاها، واللي غيفرحها، واللي غيساعدها باي حاجه، واخا غير بكلمه طيبه، واخا يطلل عليها، واخا اي حاجه. ماشي انسان، يعني هي اصلا الرزق ديالها عند الله سبحانه وتعالى، وربي عمره ما غيخليها وما دام رجع لها في الدنيا الا وعندها الرزق ديالها. واخا هي جالسه هنايا رزقها يجي عندها حتى للدار. الحمد لله هي بغات هذا الشيء، وحنا متفقين معاها، اللي عملت هي حنا معاها الحمد لله والشكر على كل حال. كنشكركم تاتوما على هذه ديالكم، الله يجازيك بخير. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جنيوز على الاستقبال ديالهم، كنحمق عليهم والله يوفقهم، والله يسهل عليهم، وكنبغيهم بزاف، وان شاء الله من نجاح النجاح. وهادشي اللي غادي نقول، فرحانه بكم بزاف 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 حيت استضفتوني اليوم، وبون كوراج ليكم.